بالرغم الوضع الكارثي نتاع الاتحاد قعدت ديما عنده مكانه عندي وما نحبش نجي. وزودك حاولت وحكيت معاهم في 3 مرات متتاليه يعني باش نوصلوا لوفاق على تمثيليه الطلبه، وكانت كالعاده نقاش مرتبط اكثر بالاطراف منها بكفاءات، يعني هذا نمثلوه على خاطر طرف معين والاخر ليه على خاطر ماهوش طرف معين. دونك انا هذيا هو اللي كنت عندي مشكله معاها، انه الكفاءه ما كانتش هي معيار اختيار مرشحي الطلبه يعني ممثلي الطلبه، واللي انا ما كنتش نجم نتجاوز هذا ما في داخل الاتحاد ولا خارج الاتحاد. انا بالنسبه لي المهم بالنسبه لي هو الكليه. ما نجمش نقول انه ما تصيرش محاصصه بالمره بالمطلق، نجم يصير، فهمتني، في جزء جامعي ما فما مكونات طلابيه ربما تعمل نوع من المحاصصه بينها، ولكن القاعده الغالبه الحقيقه وهذه معناتها ناكدوا القاعده الغالبه في اختيار معناتها مرشحي الاتحاد العام لطلبه تونس ومرشحات الاتحاد العام لطلبه تونس لانتخابات المجالس العاميه هي لا قاعده على اسس ديمقراطيه. المناضلين والمناضلات يتلموا يتناقشوا يحطوا اون كيسيون مساله الكفاءه، يحطوا اون كيسيون مساله القابليه للنجاح نتاع المرشح هذا ولا المرشحه هذه، وبالتالي يصير جو من الجدل والحوار، وفي النهايه باش تتداخل عده عوامل تفرز معناتها القائمه هذيك. اليوم ما نجموش نقولوا ان الاتحاد العام لطلبه تونس هزم، هو فقط يعني خلينا نقولوا لم يحقق النتائج المنتظرة. الاتحاد العام لطلبة تونس حافظ على نفس المعجم ما قبل سقوط نظام بن علي، اللي هو معجم نضالي بصفة أساسية، يعني تتحدث عن ديكتاتورية ويجب مقاومتها بأي أسلوب، ولو عبر العنف في الثوري ولو عبر يعني أساليب غير ديمقراطية إلى آخره. وحافظ على نفس زادة الروح الجماعية النضالية، بالتالي ما استطاعش انه يجدد خطابه، استطاعش انه يجدد ممارسته للنشاط النقابي خلينا نقولوا، ما استطاعش انه يتقدم اكثر في اثراء الحياه الجماعيه الى اخره. رؤيتي ورؤيتهم مصر مختلفه، هما اكثر منهم مرتبطه بالامر الحزبي وانا مرتبطه بالشان الطلابي، يعني خاطرني نعيش في الفاك ديفيرامون برشا منهم، نعيش في الفاك ونعيش في المكتبه والمشاكل نتاع الطالب الكل تعترضوني، وبالحق نحب نصلح الجامعه، مانيش نحب نطلع تمثيليه الطلبه جوست على كرسي تحسب بالطرف ولا حزب، بالحق نحب نصلح الجامعه. خطاب الاتحاد وهذا انا نتفهمه، وانا كنت معناتها مواكب معناتها الفتره السابقه الكل، طغى عليه شويه السياسي على خاطر الحقيقة الواقع فرض روحه، وعلى خاطر الاتحاد يعتبر روحه معني باللي يصير في البلاد وبالتطورات والحوادث السياسية والاجتماعية اللي تصير في البلاد، ولكن هذا ما يمنعش أنه الخطاب السياسي للاتحاد العام لطلبة تونس أصبح طاغي أكثر ولاقي ظلاله أكثر على الحاجات اللي تمس الطالب بشكل مباشر، لأن الطالب ينجم يسمع السياسة ويعمل السياسة خارج أسوار الجامعة مش كما قبل. هذا ما يمنعش بالطبيعة أنه الحركة الطلابية عندها دور سياسي في إسناد الحركة الشعبية، ولكن الاتحاد يلزم ينقص شوية منسوب السياسة ويزيد شوية في منسوب النقابة المطلبية. قبل الاتحاد العام لطلبة تونس يجب على أحزاب اليسار أنها تقبل الواقع الجديد أنه توجد ديمقراطية وتعددية، وأنه تعيد صياغة أطروحاتها الفكرية على هذه القاعدة. أنا نتصور آلياً الاتحاد العام لطلبة تونس سيتغير بالتدريجياً، بالتدريج سيتغير وسيتطور فكرياً، ثم إذا تطور فكرياً ممكن تدخل نقطعنا شوط كبير في 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 حل الأزمات الهيكلية اللي هي حقيقة متفاقمة وممكن تؤدي إلى نتائج أكثر سوءاً. في علاقة بالتسيير الداخلي للمنظمة مازال عندنا شوية نقص، مازال لازم نعزو توجهنا للطلبة وإنه الطلبة ينخرطوا أكثر في التسيير الداخلي للمنظمة، مش تولي بالحق الاتحاد منظمة للطلبة الكل، مش فقط لربما المكونات الطلابية الناشطة الصلبة. حاجة أخرى احنا نعتقد أنه لازم تجديد آلية العمل، تجديد وسائل العمل، أنا نقوش نستخدم في نفس الطرق
اللي ربما معتمدة منذ السبعينات ومنذ الثمانينات، محتاجين تجديد في المنهج هذه وفي أساليب العمل الجماهيري ومع الطلبة متاعنا. لازم الرؤية تكون أشمل، لازم تدخلوا في النسيج الطلابي، لازم فما نوادي ثقافية، نوادي فنية، لازم تتصلوا بالواقع الطلابي. وراهي رانا وصلنا للقرن 21، لازمكم تخموا برهانات القرن 21. القرن 20 به فترة وصحيح وولدت فيها الجيولوجيات وكل، أما راهو الشباب اللي توا كبروا يعني تاع الألفينيين عندهم حتى فكرة ولا علاقة بهذا الكل، أفكارهم مختلفة تماما. إذا كان ما تعرفوش تتعاملوا معهم، راهو المجتمع المدني باش يشربهم الكل، والنقابة باش يقعد كل مرة يصوتوا لها أربعة لين تتحل. إذا كان الواقع النقابي ما يوقعش إعادة نظر فيه في واقع القرن 21، راهو أي للاندثار.